نجدد التحية أعزائنا المشاهدين في هذه الموجة المفتوحة من قناتلا بالتعاون مع الموقع الإخباري بنت، فيها نستعرض جميع المستجدات على الحرب في غزة وكذلك أمور تتعلق بالمجتمع العربي في البلاد في الظروف الراهنة. يسعدنا الآن أن نستضيف المدرب القدير سمير عيسى وكذلك الإعلام القدير أيضا جودة عودي. أهلا ومرحبا بكما. أهلا بك أخي شاكر. المدرب سمير عيسى، أنت في الفترة الأخيرة كانت هناك بطولات وشهدت نجاحات باهرة في الدوري الفلسطيني للمحترفين، أعطينا آخر الأعمال التي قمت بها هناك. الفترة الأخيرة، السنة الأخيرة انتقلت للتدريب جبل المكبر بعد ما تركت جبل المكبر 13 سنة. في 2009 عندما قدت بوائل أم الفحم قدت أيضا جبل المكبر. في نهاية الموسم توجنا كأبطال الدوري الفلسطيني. حاول جبل المكبر خلال 13 سنة أنه يستعيد البطولة كمان مرة، فما نجح. توجهوا لي في بداية الموسم المنصرم، انضميت للمركب المكبري، وفي نهاية الموسم استطعنا الحصول على البطولة، تحقيق البطولة وكمان كأس فلسطين. هذا الموسم بدينا كأس فلسطين، وصلنا للنهائي، فزنا على شباب الخليل، توجنا للمرة الثانية على التوالي كحاملي كأس فلسطين. بس أنا ساعتها قررت لأسباب مهنية أن أترك منصبي في جبل المكبر وأعود إلى حيفا. على ذكر جبل المكبر، انسحب من بطولة كأس آسيا. نعم، انسحب من بطولة كأس آسيا لأوضاع الرهن. لا يعقل أنه فريق جبل المكبر يستمر في اللعب وفي غزة في حرب، يعني نوع من التضامن مع أبناء الشعب الواحد. هل يمكن أن يكون عقاب للفريق بسبب الانسحاب؟ أعتقد أنه نعم، ستتم محاكمة الفريق، لكن أعتقد أنه جبل المكبر الأهم لإله هو الدوري الفلسطيني، فإذا أجا عقاب من الدوري الآسيوي ممكن يؤثر نوعا ما على مسيرة الفريق في البطولة الآسيوية، ولكن الأهم هو البطولة المحلية. الإعلامي جودة عودي، أنت الآن في فترة تقاعد، يعني لابد أنك تتابع، أنا ألاحظ أنك تتابع دوريات معينة، خاصة الدوري المصري، خاصة الدوري الإسباني. أعطينا صفحة هيك على آخر الأمور التي تابعتها مؤخرا. والله شوف أخي شاكر، أنا ربيت على الدوري المصري، يعني من بداية تعرفي على كرة القدم عندما كنت ولد وألعب كرة قدم مع أجيالي طبعا، ومن خلال الإذاعة تتبعت وصف مباريات الدوري المصري، من هنا انطلقت أن أتابع الدوري المصري وكرة القدم، ومن بعد طبعا كل الدوريات اللي بتعرفها العالمية، ومن خلال أنه اشتغلت في المهنة أو الهواية اللي أنا بحبها، فبطبيعة الحال تابعت كل الدوريات في معظم دوريات العالم. ولكن أريد أن أفاجئك أنه اليوم بعد حوالي 60 سنة من متابعة الدوري المصري، أنا قررت اعتزال متابعة الدوري المصري، لأنه ما يجري هناك بعيد كل البعد تماما عن شيء اسمه نظام، شيء اسمه ترتيب، شيء اسمه عدالة، شيء اسمه حق. لا يوجد أي نوع من القانون في الدوري المصري هو قانون فقط يخدم فريق واحد هو النادي الأهلي لمزيد الأسف، وعلى ما يبدو أن هذا مسيس من فوق أيضا حكوميا دوليا شعبيا، وبالتالي فقدت الرياضة وكرة القدم المصرية أي مصداقية لها، فلا داعي بعد 60 سنة أتابع هذا الدوري. اليوم بنتابع أكيد الدوريات الكبرى المحترفين، ذكرت الإسبانية طبعا، خاصة المنافسة الشرسة اللي كانت في السنوات الأخيرة بين ريال وبرشلونة، وإحنا أنا بتابع الدوري طبعا قبل هيك من سنوات الستين، ولكن كل فترة بتعرف أنه في لعيبة اللي بتأخذ الحيز الأكبر. الدوري الإنجليزي بدون شك هو بالنسبة إلي هو الدوري الأعرق والأقوى في العالم، دائما المنافسة هنا قوية جدا. بعض الأحيان الدوري الألماني هنا وهناك، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، لأن هي كلها دوريات كبيرة، وبطبيعة الحال كل اللاعبين البارزين. سؤالي التالي طبعا، هسه في حاليا ريال مدريد بدأت المباراة مع ريال بيتيس دقيقة 7، نتيجة 0-0، سنتابع على الأقل الشوط الأول من هذه المباراة والنتيجة، ولكن نريد أن نسألك عن الدوري المصري لأنك أنت أكثر الناس متخصص بشؤون الدوري المصري.
اليوم نشاهد نسمع عن فرق جديده، بيراميدز، فيوتشر، المقاصه، هذه الاسماء لم نكن نعرفها من قبل. نعم، هذا ما كنت اريد ان اقول. الدوري المصري تحول الى دوري شركات وليس الى دوري مصري. انا عندما تعرفت على الدوري المصري كان هناك 12 فريق، كلهم فرق شعبيه، كلهم فرق شعبيه، زمالك شعبي، اهلي شعبي، محل المصري، محل شعبي، اسكندريه، الاتحاد الاولمبي، المصري، الاسماعيلي، السويس، كلها فرق شعبيه جماهيريه، يعني الحضور كان رهيب. اليوم زي ما ذكرت ياتي اي شركه، البلاستيك، السيراميكا، البنك الاهلي، هناك ايضا فرق عسكريه، ايضا الجيش، مثلا طلائع الجيش موجوده هناك، ام بي، فريق بترول، يعني اليوم حوالي 70-80% من الفرق هي فرق شركات وليست فرق شعبيه. وفرق الشركات عندما تلعب بينها وبين نفسها لا تجد، بغض النظر عن انه اليوم ممنوع حضور الجماهير في الدوري المصري، هناك احتياطات امنيه من 2011 قالوا دواعي امنيه، ولم تنتهي هذه الدواعي الامنيه للاسف حتى اليوم بعد 12 سنه، ويقررون حضور ماكسيموم حوالي 2000 متفرج او 3000 متفرج، ومن هذه الجماهير في مباريات الفرق التي ذكرتها لا يحضر حوالي 40 او 50 انسان. هذا ليس كره قدم وهذا ليس دوري. يعني تقول فريق الزمالك سيلعب في السادسه من المساء في كاس الكونفدراليه الافريقيه مع فريق من انغولا، مع سانغراد. صحيح، هو فاز في اول مباراتين في الكونفدراليه، عنده 6 نقاط، اذا فاز في مباراه اليوم تقدر تقول انه تقريبا يعني انهى. نعم، قبل ان نعود الى الدوري الاسرائيلي، اريد ان اسال المدرب سمير عيسى عن الدوري الفلسطيني. هناك فرق عديده، يعني كيف نريد ان نقارنها بالدوري المصري، ولكن كيف استطاعت فرق من الدوري الفلسطيني المحترفين أن يشاركوا في بطولات آسيا؟ ما هي مصادر الدخل لهذه الفرق؟ طبعا مصادر الدخل محدودة في الدوري الفلسطيني، الدوري الفلسطيني يعاني من شح في الميزانيات، ولكن هناك رجال أعمال بيقوموا بدعم مادي للفرق، والاتحاد الفلسطيني يحاول قديش بيقدر طبعا حسب قدراته. بس بحب أطمنك إنه المنتخب الفلسطيني في المباراة الأخيرة اللي جمعته مع المنتخب الأسترالي القوي جدا خسر بشق الأنفس نتيجة 1-0. هذا الإشي بدل ستكون مباراة العودة في الكويت على ما أعتقد. لا، في الجزائر. لا، كانت في الكويت. كانت في الكويت. المباراة كانت في الكويت وخسر 1-0. إذا الدور إذا الاتحاد الآسيوي وافق راح تكون في الجزائر، بس أنا أعتقد إنه في نهاية المطاف. هي ليست مباراة خارجية وستكون في أستراليا؟ لا، ما 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 مش في استراليا، اعتقد في الكويت. لا، المباراه الاولى البيتيه للمنتخب الفلسطيني لعبها في الكويت، لكن الان ستكون مباراه اياب، ممكن تكون بملعب محايد على ما يبدو، اساس لا يستضيف المنتخب الفلسطيني. يعني صعب المنتخب الفلسطيني يستضيف في القدس. اريد ان اسالك عن المدربين من الداخل ولاعبين من الداخل في الدوريات. لا، ما فيش لسه مدربين في الداخل بعد ما انا تركت، وسعيد عمار سلمان كمان ترك. فاليوم فيش مدربين من الداخل، تقريبا كل المدربين محليين. كان هناك سعيد ابو طاهر كان هناك. دوري شيق جدا، فيه اللاعبين موجودين. لعيب، في قسم كبير من اللاعبين عاود ترك ورجع لدوريات الإسرائيلية في الداخل. سمعنا ظاهرة طبعا عطاء جابر، ما تنساش الأثار الضجة، رامي الحارس سعيد المنتخب تتحدث. نعم، ولكن يلعبون في الدوريات. عندك عطاء جابر، عندك عطاء جابر يلعب هناك أيضا. عطاء جابر في دوري في خارج أذربيجان، محترف في الخارج. صحيح، في الخارج يلعب. صحيح، خارج أذربيجان. في نفتشتي. نعم، كانت هناك يعني حديث عنه في المدة الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب مشاركته مع المنتخب الفلسطيني، وكأن الأمر جديد، يعني كثير لاعبين شاركوا في المنتخب الفلسطيني. بس الفرق بين باقي اللاعبين اللي شاركوا إنه ما لعبوا في المنتخب الإسرائيلي، بينما عطاء جابر لعب منتخب جيل 21 وكان كابتن قائد المنتخب. يعني من هذا المنطلق من هذا المنطلق كان في كثير. الآن دعونا نبقى هنا في الداخل الدوريات. لدينا فريقان، اتحاد ابناء سخنين ومكابي ابناء الرين درجة عليا. بداية الموسم حتى الان سجلوا، يعني سجل الفريقان سجلا
النتائج جيد جدا يعني إيجابية. فريق الرين لم يخسر اي مباراه، 5 مباريات 3 انتصارات وتعادلين، وان شاء الله ما بيخسر. وكذلك سخنين تعود من بئر السبا بالغله كامله يعني 3 نقاط، هذا متى حدث اخر مره؟ كان ايام محمد كليبات عندما فاز على بئر السبا في بئر السبا. والله انا يا ابو نضال شفت تابعت الشوط الاول من مباراه سخنين مع بئر السبا، وكنت مخيب الامال تماما يعني. يعني ليش سفر على بئر السبع؟ ما كان اي نوع من اداء كره قدم، ولكن بعد ما دخل مرماهم الهدف الشوط الثاني بعد تغيير ربما اشراك هذا اللاعب اللي جابوه جديد علي المكايس غير بعض الشيء، الفريق شوي تغير في الشوط الثاني، بالفعل تمكن من التعادل، تمكن من انه يسجل هدف الفوز، تغير الوضع كليا الى حد ما، يعني اصبح في نوع في ريحه للفريق. اتحاد سخنين كان في الشوط الثاني ضاغط بئر السبع، كان افضل من بئر السبع، خلص المسافات بشكل ممتاز. وين كنت على ما يبدو كان في نوع من الرهبه في عالم كرة القدم، في ما يسمى الرهبة. بئر السبع مش بئر السبع، رهبة بئر السبع، رهبة مكابي دلاميس، رهبة مكابي حيفا. بئر السبع ما بقيش منه إلا اسمه يعني، بس الاسم. بس كمان بلاش ننسى أنه اتحاد ابن سخنين خسر أمام مكابي تحت جيفا الصاعد الجديد إلى مصاف الدرجة العليا بنتيجة 5-2. صح مظبوط. يعني في شيء هناك ثبات في الأداء، بس بالفترة الأخيرة اتحاد ابن سخنين بعد الفوز على بئر السبع وملاقات مكابي تل أبيب غدا يوم الاحد بكره مكابي تل أبيب، هذا هو الامتحان تاع اتحاد ابن سخنين. اذا استمروا بالاستبسال على ارض الملعب، لانه عنصر الاستبسال على ارض الملعب كثير مهم في حياه فريق. لكن لا تنسى ان سخنين بدون لاعبين اجانب يعني هذا هي المشكله. ممكن افضل ممكن يعني اليوم سمعنا عن اجنبي اخر ودع الفريق، قلب الدفاع مارتينوفيتش. نعم لن ياتي، بينما في لاعب وسط وصل تعرف شو بيقولوا بالعربي، الله معه ما حدا رابطه يعني. لا مش بس هيك، اتحاد ابناء سخنين امام بئر السبع اللي هو فريق قمه اثبت جدارته، ليش ما يستمرش بنفس التشكيله بنفس الاداء بنفس الروح؟ على ما يبدو اتحاد ابناء سخنين مش بحاجه للاعبين من الخارج، لانه لما تجيب لاعبين من الخارج انت بتاخذ فرصه اللاعب المحلي، بتاخذ فرصه اللاعب العربي، بتاخذ الفرصه تاعت اللاعبين انه يعتمدوا على انفسهم بصيروا يعتمدوا على قدرات الآخرين. لا هون بصيروا يعتمدوا على نفسهم، بيستبسلوا على أرض الملعب وبيجيبوا نتائج مميزة. وهذا أكبر مثال للحارس المرمى محمد أبو النيل. الشوط الأول سخنين كانت عاطلة، محمد أبو النيل كان سيء، أخطأ. الشوط الثاني انقلب كل شيء كليا، محمد أبو النيل صار ممتاز. الولد عنده مستقبل، عنده بدون شك مستقبل كبير، كل الاحترام اللي أسند مهمة الحراسة لهذا الولد، كل الاحترام. ودائر ماله علي عيد بربرة. نعم. كل ذلك يعني بسبب رحيل هاجن طبعاً الغواتيمالي. طبعاً. رحيل هاجن ليش تم؟ لأنه طلع على المنتخب، اتدرب هنا منيح، طلع على المنتخب، أدى أداء عالي في المنتخب، شافوه في أوروبا، قرروا في أوروبا يشتروه. بس شوف هنا إيش اللي صار. لو لما الوضع الأمني اللي صار في البلاد وهروب هذا الحارس، ما كان أبو النيل أخذ هاي الفرصة. أكيد. اليوم أبو النيل أخذ هاي الفرصة وأثبت جدارته. باعتقادي فيش حاجه يروحوا يجيبوا حارس مرمى بمستوى عالي وبكثير دولارات. اعطوا الامكانيه زي ما اخذ محمود قنديل. نعم اعطوا الامكانيه، هذا الولد راح يصل بعيد، هذا الولد راح يصل المنتخب. المدرب سمير عيسى، انت يعني من اكثر الناس الذين يتابعون اتحاد ابناء سخنين، كنت معهم فتره من الفترات، كيف ترى مشوار الفريق؟ يعني اي علامه تعطيه من 0 ل 100؟ يعني فريق نجاحات اتحاد ابناء سخنين. والله اتحاد ابناء سخنين سفير رائع للمجتمع العربي. اتحاد ابناء سخنين رغم هبوطه للدرجه الممتازه الا انه استعاد قواه وعاد الى الدرجه العليا، وما زال يمثل المجتمع العربي على مدار ما يقارب ال 14 عام بشكل متتالي. مرتين هبطوا. نعم بشكل متتالي، وبعدين انتج لاعبين محليين ممتازين، بديش اذكر اسماء احسن ما انسى اسامي. اتحاد ابناء سخنين باعتقادي انا شخصيا كرياضي وكمتابع للرياضه احمي هامتي وانزل قبعتي امام اتحاد ابناء سخنين. حتى هناك لاعبين من سخنين خارج سخنين يعني. انت مش بس محليين. ايهاب غنايم خارج بيلعب خارج البلاد. مش بس محليين، الا كمان قدم. وفضيل الزبيدات يلعب في يافا. نعم. قدم لاعبين محليين من هون من اسرائيل، لاعبين يهود من اسرائيل ومدربين وصلوا الى مراتب عليا. نعم طورهم. انطف يعني كانت محطه الشيء الوحيد اللي كانت محطه نجاح. الخطا الوحيد او الخطا الوحيد اللي ارتكبه اتحاد ابناء سخنين انه اعطى الفرص فقط لمدربين يهود، وانا بعرف منين هذا الشيء بيجي.
ما اعطى فرص لمدربين عربي. قليل تعرف من ايش بيجي؟ كان في عزم نصار عنده مره كان لحظه واحده نصار كم درجه الاولى من ايش بيجي؟ انا هاي النقطه مهمه، من اي شيء بيجي يعني؟ اردت انت كل شيء هنا يعني بدهم بالواجهه مدرب يهودي بيحكي اللغه العبريه، بدهم بالواجهه. انت خائب الامل لانك لم تاخذ فرصتك هنا؟ انا بستحق الفرصه وبقول لك ليش، لانه في كثير مدربين ما انجزوا ربع اللي انا انجزته، 5 ارتقاءات للدرجه الممتازه، ارتقاءات 2 من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، 3-4 مرات بطولات بالدوري الفلسطيني. لا تستهين بقدرات الدوري الفلسطيني، قلت لك انا في بدايه حديثي المنتخب الفلسطيني بشق الانفس خسر للمنتخب الاسترالي. مصبوح. هذا الشيء بيدل على شيء كبير. المنتخب الاسرائيلي منتخبات نعم. فانا عملت اللي علي، اتحاد ابناء السخنين ما انطاني الفرصه، بس على القليل اذا ما انطاني الفرصه انا انت للاجيال القادمه. في عندنا مدربين بالمجتمع العربي، في عندنا مدربين يعني اسماعيل عامر متاسف جدا انه انا بسمع اليوم كفر قاسم استغنى عن خدماته. لا، المفروض كفر قاسم لسه يحضن اسماعيل عامر بالضبط بهاي الفتره، يحضن اسماعيل عامر. يعني شو بده يجيب ساحر اخر؟ لا، روح بيركوفيتش لابوال ام الفحم، اكثر انسان ملائم لابوال ام الفحم بالوضع الراهن العبد اللي عم بيحكي قدامك سمير عيسى. انا بعرف اللغه اللي لازم تحكيها في مع اللاعبين، كيف تتعامل مع الجمهور، كيف تتعامل مع حيثيات الامور. الى تجارب هناك طبعا. شو 3 مرات انا كنت في، انا ابقيت مكابي ام الفحم وصعدت مرتين مع بول ام الفحم للدرجه الممتازه، وصلت كمان نتائج كبيره في الكاس كمان. نعم في الكاس. لكن هناك من يقول، ربما لو سالت المسؤولين في ام الفحم يقول لك انه نريد المدرب شاب، مدرب مع طرق جديدة، مع انفتاح أكثر. يعني عندهم مساعد المدرب جغبور أيضا، هو يساعد المدرب. طرق جديدة شو فيها؟ مسارات جديدة كرة القدم. كرة القدم بدها شغلات 2 المدرب، شخصية حديدية بيقدر ومؤثرة. هذا واضح. شخصية شخصية مؤثرة جدا. 2 خبرة، هذول الاثنين موجودين بسمير عيسى. اذا حكيت على الشباب، روح الشباب اللي انا بتمتع فيها اليوم، روح الشباب اللي بتمتع فيها انا اليوم، مش موجود في كل ملاعب حاليا. انت على اطلاع بما يدور في الفرق؟ طبعا 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 انا على اطلاع. المدرب يكتسب كل يوم خبره جديده ايا كان حتى عمره ولا بعدين. اذا بتحكي على روح الشباب، انا سافرت في الموسم المنصرم 400 كيلومتر يوميا مع تدريب ساعه ونص، أخذت بطولة، أخذت كاس، وأخذت كمان مرة كاس. 3 إنجازات من 3 إنجازات بين 12 فريق مدججين في نجوم. أنشيلوتي قديش عمره اليوم؟ 64 سنة. بدرب ريال مدريد. فيرغسون وانت خلص. الصوت لما بيطلع أنا من زوري في ملعب كرة القدم بحرك ال 11 لاعب على أرض الملعب، وبتقدر تسأل اللاعبين. بس أنا ما جاي هون إسا عندك على البرنامج عشان أنا اخذ. لا، ربما تكون دعوه يعني. انا بحكي لانه كل شخص يحب فريقه، كل شخص بحب نجاح فريقه. شاكر، خلينا نكون واقعيين ونحكي بصراحه. احنا بنحكي بالبرنامج، خلينا نحكي بصراحه، نحط على الطاوله، المدرب العربي لا يقل قدره عن اي مدرب اخر بدون شك. والمدرب العربي لن تاتي فرصه تدريبه الا من خلال الفرق العربيه، لانه الفرق اليهوديه لن تسند مهمه التدريب لمدرب عربي، لن تسند. ما صار لحد اليوم انه مدرب عربي درب فريق يهودي. انت بتحكي حتى درجه عليا، درجه عليا. نعم، حتى اذا كان اسماعيل عامر موجود. اسماعيل لا، هذا واحد من 50 من 100 واحد من 1000. احنا بدنا نحكي بشكل عام. احنا المفروض كمان فرق. اريد ان اسالك مثلا بالنسبه لاسماعيل عامر، 3 مباريات 0-0، وحتى المباراة الأخيرة خسرها مع فريق رياض شمونه في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، 0-0-0-0. يعني ربما هنا هذه الطريقة غير ملائمة للدرجة الممتازة لجمع النقاط. يعني بتعرف أنه فوز أحسن من 3 خسارات. بتعرف تأثير المدرب بالمية قديش على نتائج الفريق خلال الموسم؟ بين 8% ل20%. تأثير اللاعبين بين 0-90%. تأثير اللاعبين بين 0-90%. أنا من لسه بقول لك، إذا اسماعيل عامر ما نجحش مع كفر قاسم، لو إنهم بيعززوا الفريق مع لاعبين 3 حاسمين ممكن تتغير النتائج. 2 ممكن فتح الموسم فترة تراجع، لابد إلا اسماعيل عامر في نهاية المطاف هو اللي أنقذ كفر قاسم الموسم المنصرم من الهبوط. صحيح. فهذا الإنسان كان يستحق إنه تآمن فيه. أول شيء هو ابن بلد، بعرف اللغة اللي بيحكي فيها مع اللاعبين، بيعطي فرص للاعبين الناشئين للفئات العمرية.
انا متاكد اسماعيل عامر اذا بحضنوا اسماعيل عامر زي ما لازم وبيشتغلوا معاه بشكل مهني اللي هو يقود كفر قاسم لسنوات قادمه مش بس لهي السنه لنجاحات باهره. نعم جوتر هود اغفلنا عن فريق مكابي ابناء الريني، نريد ان نتحدث عن هذا الفريق، هو قصه نجاح حتى الان لا شك، نجاحاته حتى الان لم يخسر اي مباراه، واليوم هنالك مباراه سيقابل مكابي تحتيك بها اليوم. كيف رأيت مشوار هذا الفريق على كل خصوصا وأنه صعد من درجة إلى درجة لحد يتواصل الدرجة الممتازة؟ أنا في بداية الكلام عندما ذكرت النتائج قلت لك آمل أن لا يخسر، أن يفوز، مش أن لا يخسر، أن يفوز، أن يفوز أيضا في مباراة اليوم كمان مكابي أبناء الريني. طريق لما حدث مع فريق أجدود يعني 0-0 طريق ناجح جدا حتى الآن ما قام به سعيد بصول، نحن له القبعة وأشرف من وأشرف عتامني عزامني مع عتامني هو، لكن هو سعيد هو الأب الروحي يعني هو الأب الروحي لسعيد بصول من درجة ثانية. ليش الأب الروحي؟ الأب المادي وكله كله من حتى درجة ثالثة بتهيألي مش درجة ثانية درجة ثانية إلى أن تصل إلى مرتبة ثالثة في الدرجة العليا بعد 4-5 سنوات 6 سنوات. كل التحية كل الاحترام، صحيح إنه في لاعبين محليين مش بكم كبير ولكن بيعطوهم الفرصة للناس الموجودين، ولكن الطريق دائما بيكون في البداية شاقة وصعبة. خلينا نمشي مع هذا الفريق. وانت بتحكي على الموسم الثاني في الدرجة العليا، الموسم الثاني أصعب من الأول بكثير. نعم نعم أنا وصلتني تشكيلة فريق مكابي أبناء الريني للمباراة الليلة، قاد عاموس حارس المرمى، نايل خطبة هو الكابتن طبعا الاختيار تبعه ممادو سامبا، كمان نمنيا، أشرف رباح، روعي الشكراني، محمد عثمان، فيردي فيرغاس، شلومي أزولاي، قيس غانم، وهري باكا. على أربع لاعبين عرب. نعم نعم نرى أنه مثلا عبد الله جابر ومروان كبهة ولأي حلفهم خارج. أنا بتهيأ لي مروان كبهة غيابه بس بسبب إصابة، لأنه لو جاهز أكيد راح يكون تركيب أول بدون شك يعني. ممتاز. إذا تتوقع مع كابتن تثقب أنه الفريق يواصل؟ أنا أولا أتمنى أنه مكابي الريني يفوز، أتمنى وأريد. لماذا عندك لديك شك يعني؟ هل لا ليس شك، أتمنى لأنه أريد يعني هل تقيس ذلك على خسارة اتحاد أبناء سخنين لمكابي بتحت كفا يعني؟ لا فيش لا, لا 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 أولا أتمنى لأنه بدي الفريق مكابي الريني يفوز عشان يظل في القمة فوق. ثانيا ثانيا أنا بدي أي فريق عربي يكون ناجح. نسمع رأيك بالنسبة لمكابي أبناء الريني. كل الاحترام أقول شيء لمكابي أبناء الريني، بس بأنا تعلمت بلغة كرة القدم الحسابات تعمل في نهاية الموسم مش في بداية الموسم. أنا قلت لأبو حازم نقطة مهمة، إنه فريق صاعد من الدرجة الممتازة للدرجة العليا أصعب سنة عليه راح تكون السنة الثانية. إن افتتحوا السنة الثانية بشكل ممتاز، السؤال بيطرح نفسه هل راحين يحافظوا على هذا النجاح؟ هل سيعتمدوا على طرق وأساليب في كرة القدم اللي تأهلهم يكونوا بالبلاي أوف الأعلى؟ الامتحان ببين بعد الثلث الأول تاع الموسم. لسه إحنا بعد كان الوضع الأمني فيش كرة قدم، رجعنا الفرق مش جاهزة مش حاضرة، خلال أسبوعين ثلاثة بتشوف الفرق مغايرة تماما، بتشوف بئر السبع بيلعب كرة قدم مغايرة تماما، مكابي تل أبيب، مكابي حيفا. أنا أعتقد إنه الريني حاليا تستحق كل الاحترام والثناء، ولكن كرة القدم في نهاية الموسم هناك الحسابات. المدرب سمير عيسى، أريد أن أسألك، أنت ابن مدينة حيفا، ومدينة حيفا تخرج هناك نجوم في كرة القدم. اليوم احنا الحديث عن عنان خليلي، واليوم هو لاعب منتخب ويلعب في مكابي حيفا، عرضت عليه مبالغ طائلة ليترك إلى أوروبا ولكن مكابي حيفا رفض. أنت تعرف كثيرا هذا اللاعب و مربيته لهذا الولد، وأنت كنت مربي أبوه كمان أبوه الحارس. أول شيء أبوه الحارس مجدي. أول شيء مجدي خليلي. مجدي خليلي. بالنسبة لعنان، عنان يبلغ من العمر 18 سنة ونص، اليوم تابع للمنتخب الإسرائيلي، بيلعب بالجبهة كبير الأول. نعم الأول، وصل لكل المنتخبات، بلش بالشبيبة بعدين لحد 21 بعدين انتقل للمنتخب الكبير. بمتاز جدا بالسرعة الفائقة، واحد من أسرع اللاعبين في إسرائيل، عشان هيك بيلعب إذا انتبهت أنت دائما بحطوه على الجبهة اليمنى. صحيح. فحسن الناحية الدفاعية. بكرة في جلسة بين مجدي خلايلي وإدارة مكابي حيفا بهرسلية الساعة 12 عشان يتمموا اتفاقية مع مكابي حيفا لمدة 3 سنين،
بس بيكون في عنده إمكانية ينتقل للدوري دوريات الأوروبية. أجا عرض قبل أسبوع من جلاتا سراي، أنا شديت إنه ينتقل الولد لجلاتا سراي لأنه هاي كان فرصة لا تعوض. فريق تركي. نعم الدوري التركي. فقال لي مجدي إنه مكابي حيفا وعديته إنه عنان يشارك كتير ويلعب كتير، وبجلاتا سراي مش راح يكون في عنده حظوظ للعب. قلت له أول شيء هو كرياضي لما يروح لهناك ويبلش التدريبات يمكن المدرب يقنع إنه هذا الولد لازم يلعب، وهذا الولد بشخصيته راح يتطور كتير بمحلات فيها ضغط. فينا نوع من اللاعبين تحت الضغط بتطوروا وبتصرفوا تصرفات كتير كتير منيحة، وفي لاعبين لا الضغط بضايقهم. أعتقد إنه عنان من النوعية اللي تحت الضغط ممكن يوصل. عنان باعتقادي عنده معطيات بدنية، مواصفات بدنية اللي بتأهله يلعب في الدوري الأوروبي، وخسارة على كل يوم بضله بالدوري الإسرائيلي لأنه كتير كرة قدم عندنا هون ما فيش. أخوه الأصغر إياد يلعب في اليوم كان بشارك في لعبة الشبيبة مكابي حيفا. إياد أيضا ماذا تقول عن إياد؟ إياد لاعب مميز جدا، أظهر من عدد. نعم مراوغ، مراوغ رهيب، لاعب يجيد التسديد ويجيد المراوغة بشكل رائع وعظيم. عنان على سبيل المثال سريع بجهة اليمنى، إياد اللي ممتاز فيه أنه سريع بجهة اليسار وبجهة اليمين، يعني بتحكم في الناحيتين. أنا أعتقد أنه إياد راح يصل بعيد، وأنا قبل سنتين ثلاثة تصورت مع الولدين هيك حضنتين عندي في القاعة وقلت كتبت هناك تذكروا هؤلاء الاثنين، واليوم هدول على ما يبدو عم جودة عودي. يعني هل الأب له بصمات على نجاح خطان النجاح الاثنين عنان وإياد؟ هل له بصمات؟ يعني لأنه والده كان حارس مرمى بجدي خلايلي، هو اللي شجعهم، هو اللي وصلهم لهذا المستوى. لو بالذات ركزنا الكلام على عنان وإياد أقول لك بالعشر أصابع مجدي خليلي بدون شك. أول أنه كان لاعب كرة قدم، عايش كرة القدم، شاف أولاده عندن هذا، عندن هاي الإرادة وعندن هاي استثمر هذه الطاقة، فحاول أراد أنه كمان يطور زيادة على. تعالك شوف لك سر، أنا مدير قاعة رياضية في حيفا في جزاف، بيشتغل معي مجدي خلايلي، القاعة تحت تصرفنا، نقلنا الأولاد على مدرسة جزاف عشان نقدر نشتغل معهم يوميا بشكل شخصي، واشتغلنا مع الأولاد هذول التنين يوميا على مدار ما يقارب الثمان سنوات. قبل ثلاث سنوات أجا قال لي مجدي بالحرف الواحد، قال لي أبو لؤي أنا مش شايف الولد عم بتطور. قلت له بس يصل لجيل 18، بين 18 وال 21 بتشوف الانطلاقة. تذكر كلامي اليوم مجدي بذكرني بقول لي أبو لؤي صدقت في أقوالك، الولد طار طبعا من ناحية طبعا. على فكرة عملوا لي امتحانات بدنية في مكابي حيفا، عنان خلايلي عمل نتيجة أفز من المحل 52 سنتي، إشي اللي ولا أي لاعب خلال 30 سنة استطاع في مكابي حيفا أنه يعمل. النتيجة الثانية تعرف تاعت مين طلعت؟ تاعت إياد 51 سنتي. الله أكبر. لا الولدين موهوبين بدون شك مع دعم الأب، والأب اللي تاريخه الرياضي كمان كان عنصر مساعد بدون شك، شيء يعني يشكر عليه ويحمد، لأنه بده يشوف بالآخر نتائج طبعا، فنتائج بأولاده يعني شاف أنه الإمكانية الرياضية عندهم متمكنين فيها فليش ما يدعمهم. دعونا نتحدث الآن عن الدرجة الأولى. الدرجة الأولى بعد صعود شفا عامر، لما نتحدث عن شفا عامر، شفا عامر هناك أنا شاهدت المباراة الأخيرة في نتانيا مع فريق مكابي هرسلية، فريق يتقدم واحد دقيقة 87 1-0 والحكم بصفر 2-1 هرسلية. ماذا؟ أول شيء بصير هذا بملاعب كرة القدم، يعني مش شيء جديد بصير ملاعب كرة القدم. بس أنت كمدرب كيف يجب عليك أن تحافظ على نتيجة 1-0؟ 10 تحت الطابي في كل الحالات 10. ولكن بالفعل فراس مغربي رجع لورا لا مش ترجع لورا، انا بقول 10 تحت الطابه ممكن كمان يكون بوسط ملعب الخصم. يعني انا عمليا بامن بالدفاع اللي ببلش قديش بعيد عن مربى تاعي، مفروض انك تضغط عالي واذا الطابه قلطتك ترجع الكل ويستبسل بشكل طيب. اثنين استحواذ على الكره، استحواذ على الكره. ثلاثه تلعب بدون ضغط تلعب بشكل حر، وهذا هون بدك لاعبين مع خبرة. ثلاثة تقدر تستعمل ما يسمى تغيير لاعبين
تكسب وقت. نعم. موت اللعبة. جودة عودي، تحدثنا عن الدرجة الأولى، كيف تتابعها؟ والله شوف، اولا كل موضوع توقيف الدوري وعودته هذا شوي اثر على كل المستويات، يعني من كل النواحي، ان كان تدريبات، كان لاعبين، كان نفس، كان معنويه. ولكن النتائج اللي عم بشوفها، يعني خذ مثلا كفر مندا، كان من الفرق اللي بتنافس على مراتب اولى، اليوم بسمع في مرتبه اخيره. يعني كل مدرب تسأله، سألت حنا فاروق بالأمس، قال الفترة توقف المباريات، سألت الفريق الناجح محمد عوضي يقول فترة أثرت علينا، يعني هذا أثرت على الفائز وعلى الخاسر. ممكن قسم أنها استغلها بصورة إيجابية، أجاد التدريبات وأجاد التعامل مع اللاعبين الموجودين، في قسم ثاني شوي ما أخذ بالحسبة. أنا متأمل يصيروا يعطوكم إجابات تكتيكية ليش خسروا، مش إجابات غير تكتيكية. لما يصيروا يعطوك إجابات تكتيكية إنه كنا أفضل وغياب لاعبين، لا ما بدك تحكي التكتيك على أرض الملعب، إيش صار إيش صار، التغطية ما كانتش منيحة، ما كانتش سليمة، ما سمعوش التعليمات تبعتي، المسافات كانت بعيدة أكثر من اللازم، الاستحواذ على الكرة كان سيء. هاي هي الأسباب تاع الخسارة، مش تمرنوا ما تمرنوش. ليش يعني ما كله ما تمرنش الأغلب؟ صحيح. خذ مكابي الإخاء الناصري مثلا، شو قالوا؟ خسارة أولى، خسروا بس مع خصم النقاط طبعا اللي كان صار عندهم، وين بأي حالة موجودين، كيف ممكن هذا الفريق يفكر بالعودة مرة أخرى لمصاف فرق الدرجة الممتازة؟ مش لهالدرجة سهل. نعم، أيضا تغييرات في المدربين، مثلا في الطيري، خذ على سبيل المثال أبوال بعينه، شادي حمودة وقف على الخطوط بالأمس وفاز على اللقاء النصر، ورجع عماد حمودي، ورجع عماد حمودي كرئيس إدارة وبيقول في ديون وبده يرجع، بده يحاول جدوله الديون وحاول اعاده الموضوع في أبوال البعين كيف كان بالزمان. يعني انتم بتتركوا ليش وبتعملوا هاي الفجوات ليه؟ انا مش قادر افهم. قبل ان انت ذكرت لي قبل ما نبدا البث عن المدرب اسماعيل عامر، انه قال جمله سمعتها انت، انه قال هناك من يضع لي التشكيله. هذا ما سمعته بالأمس في الإذاعة بالفعل، وأنا استغربت أنه واحد مدرب بوزن إسماعيل عامر هو مدرب فريق ولا يضع تشكيل الفريق الذي تسبب في الخسارة القاسية بالأمس أمام طبرية. هل حدث المدرب سمير عيسى أن طلب منك إداري أو شخص آخر التأثير على التشكيلة التي وضعتها؟ شخصيتي انا شايف انه في واحد من كل الاداريين بيسترجي برمي المفاتيح بروح. مش بس هيك، انا بدي اقول لك سر، اذا الاداري بملي رغباته التكتيكيه على المدرب، اول واحد بينزل من عينيه هو المدرب، هو بيحتقره. صحيح، هو اللي بيحتقره للمدرب. فالمدربين اللي بيسمحوا للاداريين يتدخلوا في الامور التكتيكيه ويتدخلوا في التشكيل الاساسيه، هذول مسيرتهم الرياضية قصيرة جدا. سمير عيسى صار له 32 سنة يدرب. سمير عيسى، هل أنت قادر الآن أن تدرب فريقا في الدرجة الممتازة أو الأولى؟ والله راح أقول لك شغلة واحدة تفاجأك، بقدر أخذ فريقين مش واحد. كمان طبعا أنا جاي من الدوري الفلسطيني أصعب بكثير من الدوري هون، ما أخذ البطولة وما أخذ الكاس وما أخذ كمان مرة كاس. مستوى الأداء مستوى رائع. إذا المنتخب خسر مع المنتخب الأسترالي 1-0، أعرف أنه في لاعبين على مستوى عالي. بالآخر المنتخب يعكس ما يدور في الدوري. أكيد عندك لاعبين مستوى عالي جدا. دعونا الآن نتوجه إلى أوروبا. الريال النتيجة 0-0 ما زالت دقيقة 35. مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد ناحظة واحدة يتأخر بالنتيجة 1-0 مانشستر يونايتد مع نهاية الشوط الأول، 1-0 لبورتموث. هذا فريق مفاجآت، هذا بعد ما خلصت بس هذا فريق مفاجآت. أنا بعرف إنه دائما خلص 3-1 بيعمل مكابزة، دائما بيعمل نتائج عاطلة مع فريق مانشستر يونايتد. بورتموث أنا لاحظت إنه الأخ شاكر لما شاف 35 دقيقة 35 لريال بعد ما ضربين جول فات بضغط. خذ النتيجة، أينتراخ فرانكفورت يتفوق في الشوط الثاني على بايرن ميونخ 4-1. الله أكبر، هاي نتيجة. هاي نتيجة 4-1 وإحنا بأي دقيقة؟ يعني شيء غريب، معناها دقيقة 61. معناها بكرة القدم مش كل فريق فيه عنده نجوم دائما بيفوز. الحكمة في كرة القدم إنه الفريق يفوز قديش عدد أكبر من الانتصارات خلال الموسم، مش لعب ضد أبوال حيفا لازم يغلب 4-1،
زي ما انت سالت جودة، قلت له انه مكاب تحتيك بغلب سخنين 5، هل يا ترى الريني بيقدر يغلب؟ لا، هذه ما فيش مقارنه، يعني كل مباراه الى حيثياتها، الى قوانينها، حساباتها الخاصه. الان ذكرنا على الريال وبرشلونه، هل تعتقد انه، وانت مشجع لبرشلونه واضح، يعني هل تعتقد ان برشلونه رايح يفوز البطوله وينافس على البطوله؟ والله صعب جدا استراتيجي، خصوصا بعد فوزه على اتلتيكو. نعم، الفوز تاع برشلونه على اتلتيكو بنتيجه 1-0، يعني هو عمليا احرز جول وحافظ على شباك. نظيف، الشيء اللي برشلونه ما بتتميز فيه هي حفاظ على شباك نظيف، يعني المشكله دائما بيدخل مرمى الهدف دائما، بس بيجيبوا مرات زياده طبعا. صحيح، بس المشكله تاعت برشلونه هي عدم الثبات في الاداء وفي النتائج بالفتره الاخيره. بس انا اعتقد انه المنافسه راح تكون شرسه لحتى نهايه الموسم. والمفاجئ، والمفاجئ انك انت اللي ولا سالت عنه، هو جيرونا، فريق في المرتبه، جيرونا مرتبه الاولى، لا هي مرتبه ثانيه بفارق الاهداف عن ريال مدريد. نعم، بس كم مباراه صار ماضي من الدوري الاسباني؟ بقينا برشلونه وصرنا بجيرونا. جيرانهم على فكره، برشلونه جيرونا كتالوني، من الكتالونيا، فريقين يعني جيران فعلا. صحيح. يعني في عند بجيرونا في جينات برشلونيه. في مهاجم تسيغناكوف، هذا الولد عمره تقريبا 21 سنة، أبوه كان يلعب عندي في الجديدة بال 2006. فيتالي تسيغناكوف، هذا الولد كان يجي مع أبوه، كانوا ساكنين بنهارية، كان يجي مع أبوه. يعني أنا اليوم مستغرب هذا الولد كيف وصل للمواصيل. على دير بالك هو مهاجم في المنتخب الأوكراني، مهاجم معروف. صحيح، المهاجم الرئيسي للمنتخب الأوكراني. وهو مهاجم رئيسي كمان في جيرونا. صح صح مظبوط. على صعيد اللاعبين جودة، أنت ما اخبار مندي؟ مندي انا شخصيا في قصة عشق بينه وبين مندي. انا شخصيا يعني كنت اعتقد انه كان يلعب مع زيدان لانه فرنسي، ولكن استغرب جدا لماذا يلعب مع انشيلوتي، لانه مندي لا علاقة له بكرة القدم. لا بالدرجة، يلعب في ريال مدريد ولا علاقة، لا علاقة له بكرة القدم. يا اخي انت بتحبوش احنا مالنا، حتى انت كلاعب يعني اذا عندك مين تقترح يلعب ظهير ايسر محله؟ ظهير ايسر محله انا بقول كامبينجا. كامافينجا لاعب الوسط احسن من مندي 4-3. بس بتخسروا بالوسط. لا 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 بتخسروش، في عندك مع انه هو مصاب توني كروس ومودريتش تقدموا بالسن، بطلوا يقدروا ينطوا. مزبوط، الخبرة اما الطابي معاهم بإجريهن، الخبرة موجودة ورائع بيلعبوا، اما الطابي مش معاهم بإجريهن. والله مودريتش الضغط، يعني بدك تركض 38 سنة. بس عم برجع يعني عم برجع بس هذا اذا بيلعب 4-5 مباريات ورا بعض بشكل متتالي يسيبوا نوح من الارهاق. اقول لك شو، ناتشو يلعب باك شمال، ناتشو يلعب الولد اللي جابوه، هذا الثاني اللي جابوه من فريق ثاني اسباني اللي بيلعب على الشمال. بس مندي، نعم، انت شوف ركضته على الملعب، ملهاش علاقه بكره القدم يا جماعه، ملهاش علاقه. انا سالته هذا السؤال، يعني انا عارف بيتقمصك زي خذ هاي كمان هدف لفريق اينتراخت فرانكفورت 5-1 على بدك تستغرب. في الوينر كانوا معطينا 1-15 لبايرن. سمير عيسى، شيء خاص تريد أن تقوله قبل أن ننهي البرنامج؟ والله أنا بتمنى النجاح للفرق العربية وتكون سفراء ناجحة جدا، كان في الدرجة العليا أو في الدرجة الممتازة. وبتمنى أن الفرق العربية تسند مهمة التدريب وتنتي فرصة للمدربين العرب، حتى لو فيش عندنا خبرة، وما تستغني عن خدمات المدربين العرب زي ما استغنوا عن خدمات أدم هادي وإسماعيل عامر وبالسابق عن سمير. نعم، جودة عودي شيء شخصي لك، يعني نستغل وجودك معنا اجتماعي. ماذا يعني لك الاسم معالي؟ هي اولا بنتي، ابنتك نجاحها وحصولها على، حصلت على لقب الدكتوراه في العلوم الطبيه وعلوم الدماغ، وامبارح كان عيد ميلادها، فبنقول لك كل عام وانت بألف. يعني هذه فرصة نهنئها بعيد الميلاد. شكرا لحضورك المدرب سمير عيسى. شكرا لك. شكرا لحضورك الإعلامي جودة عودي، بالفعل سعدنا بلقائكما هنا في استوديو قناة هلا. شكرا لكم. الشكر لكم. أعزائنا المشاهدين، بذلك ننهي هذه الموجة المفتوحة من قناة هلا بالتعاون مع الموقع الإخباري بانت. كان معكم طيلة هذه الفترة شاكر مواسي.